هذا هو جهاز الجيم رام الذي يكشف أكثر من 400 نوع من الأحجار الثمينة يتم فحصها من قبل موظفين مختصين بوزارة التجارة حاصلين على دورات في كيفية تشغيل هذا الجهاز. جهاز الجيم رام هو واحد من أحدث الأجهزة اللي وصلت الإدارة. الجهاز هو يعتمد على حركة الإلكترونات في الأحجار، يحدد يفصل بين حجر وحجر من خلال قياس حركة الإلكترونات الخاصة بالحجر. طبعاً الجهاز يتم في مكتبة مرجعية خاصة بالبروفيسور هنري هاني، وهو واحد من أشهر الأشخاص أو الخبراء في مجال فحص الأحجار الكريمة. المكتبة المرجعية تحتوي على تقريباً ما يفوق 400 حجر، بس مجرد أن احنا نحط العينة يبتدي ياخذ القراءات ويعتمد على يعطينا نتيجة بناء على حركة الإلكترونات الخاصة بالحجر. عملية الفحص اختيارية لمن يريد فحص الحجر الثمين أو معرفة تطابق المواصفات والحصول على شهادة معتمدة من قبل وزارة التجارة. عملية الفحص عندنا مو عملية إجبارية، هي عملية اختيارية. طبعا احنا عندنا مراجعين يشترون المشغولات طبعا ويون الإدارة عشان يطابقون المواصفات اللي مذكورة بالفاتورة مقارنة بالمشغول، هل هي بالضبط نفس ما تم ذكره بالفاتورة أو لا. احنا طبعا نقوم بعملية الفحص ونطابق النتائج، إذا كان مطابق راح نحط نتيجة مطابق، إذا كان في اختلاف بالنتائج راح نحط استثناء ونذكر الاختلافات اللي موجودة. بالنسبة للتجار أيضا العملية اختيارية، هم يجون يطلبون منا شهادات، احنا نصدر لهم شهادات بالمشغولات اللي هم يطلبونها، ويكون طبعا في فرض للرسوم، رسوم معينة بالنسبة للتجار. المشغولات يتم تسليمها لقسم الاستلام، ومن ثم تبدأ عملية فرزها وفحصها وإظهار النتائج قبل تسليمها. قسم الاستلام مسؤول عن إصدار هوية المندوب، وعلى ضوء هوية المندوب هذه يتم استلام المشغولات المحلية والخارجية الواردة عن طريق قسم الشحن الجوي. بعدها يتم استلام المشغولات وتحويلها إلى أقسام أخرى بالإدارة. أول قسم يكون قسم التحليل والتجهيز لفحص المشغولات والتأكد من نجاحها أو أنها تكون مرفوضة. بعدها يتحول الإجراء إلى قسم وسم المسوقات لدمخة. بعد الخطوة الأخيرة تعود المشغولات لقسم الاستلام لتسليمها للمراجعين. هذه هي آلية فحص الأحجار الثمينة التي تتبعها وزارة التجارة، التي تحرص على مواكبة التطورات واستخدام كل ما هو جديد من أجهزة يمكنها أن تكشف أي تلاعب في سوق الأحجار الثمينة. حسين الصايغ لتلفزيون المجلس.